وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات. مرحبا بك سعادة المهندس جمال، ماذا يعني لكم حصول المجلس على هذه الشهادة؟ في البداية أحب أرحب بكم وأمسي عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين، وأشكركم على إتاحة الفرصة لنا حتى تسلط الضوء على هذا الانجاز، حيث أن مجلس مناقصات المزايدات حصل على شهادة الاعتماد لأخلاقيات المشتريات من معهد شارتر للمشتريات والتوريد، وهذه من أعلى الشهادات المرموقة في مجال أخلاقيات المشتريات. طبعا حصول المجلس على هذه الشهادة يعني الكثير لنا وحق الموردين والمقاولين، يعزز من ثقة المتعاملين مع مجلس المناقصات، وهو دليل على اجتياز موظفين المجلس لكافة متطلبات الأخلاقية والمهنية في مجال المشتريات. وهذه طبعا ضمن استراتيجية انتهجها المجلس لمؤسسة العمل في المجلس وحوكمة الإجراءات، بحيث تكتمل عندنا الأذرع مالت الحوكمة، عندنا مؤسسة حق الإجراءات من خلال حصول المجلس مؤخرا على شهادة الآيسو في الجودة لكافة الخدمات اللي نقدمها للجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، واليوم إضافة جديدة كذلك أن موظفين المجلس يتمتعون بأعلى مستويات النزاهة والشفافية من خلال جهة محايدة اعتمدت لنا كفاءة هذه الأنظمة، كفاءة الموظفين عندنا، بحيث أن تعزز ثقة المتعامل مع مجلس المناقصات سواء من جهات متصرفة أو موردين مقاولين في مجال الجودة وتعزيز الشفافية والنزاهة. وإن احنا لله الحمد يعني نخطي خطوات ثابتة بثبات حق تعزيز سلسلة المشتريات في المرفق الحكومي ككل. فشاكر لكم مرة أخرى، وإن شاء الله مزيد من النجاح بإذن الله للجميع. بإذن الله. سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، شكرا جزيلا لك.